الاخت الفاضله بتقول ان بنتها عندها 13 سنه وفي حبوب كتيره جدا، بدايه من الكوع وفي جميع الجسم وعلى الجبهه. اولا يا اختي الفاضله لازم ان البنت تعمل مجهود كويس جدا، دي اول حاجه. تاني خطوه ان احنا نشرب زيت الزيتون، معلش هيبقى صعب عليها بس نحاول معلقه قبل النوم كل يوم، من الاشياء اللي هينقي الكوليسترول والدهون الثلاثيه في داخل الجسم. ثم دهان لهذه الحبوب بزيت الزيتون وزيت الخروع بكميات متساويه. لو هتلاحظوا حضراتكم احنا استخدمنا الوصفه دي مرتين النهارده في او ثلاثه كمان في البشره اللي فيها حبوب زي كده، وفي سوداد الكوع، وفي الحبوب اللي بتخرج بعد ازاله الشعر. من الاشياء الطيبه جدا للبشره الزيتين دول، زيت الخروع وزيت الزيتون، بخلطهم مع بعض بكميات متساويه بيجيبوا نتائج طيبه جدا في بعض الكتير او كتير من الامراض الجلديه.